السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. طبعا احنا المحاضرة الماضية اخذنا درس كان قبعات مختلف، اي نعم، القبعات الست، وهي طريقة من طرق تنمية التفكير ومن ضمن برامج التفكير. اليوم ناخذ طرق برضو حتعتمد على التفكير بالنسبة للطالب وعلى تنشيط الطالب بصورة واضحة. فعندنا طريقة الاكتشاف، ايضا عندنا طريقة الاستقصاء، ماذا يعني الاكتشاف؟ اكتشاف يعني اختراع. تفضل علي صوتك بس. النتيجة تكون غير معلومة. النتيجة غير معلومة للطالب. هل يعني ان الطالب بده يكتشف المادة من العدم؟ لا لا، المادة موجودة بس الاكتشاف شيء. الاكتشاف هي زي ما تقول انه هناك تجربة، مجموعة من الادوات ومبدأ عمل وهدف من التجربة انا بدي اصله، وهذا الهدف اللي انا بدي اصله. من خلال التجربة انا بدي اكتشف، بدي اكتشف شيء اللي هو الهدف من التجربة، حاجة جديدة، المعلومة. اي نعم، نتوصل للمعلومة بانفسنا سواء كان من خلال تجربة او من خلال دراسة، من خلال تأمل، من خلال استنباط معين، بنتوصل الى المعلومة. اعادة ترتيب المعلومات، اعادة ترتيب المعلومات من خلال الملاحظة والتصنيف، ترتيبها في ذهن الطالب. الاكتشاف عملية عقلية ترتب في دماغ الطلبة او المتعلمين. يعني اطرح لك مثال، لو انت عندك سؤال في الفيزياء وبتقرأي هذا السؤال، قرأتيه مرة وتنتين وثلاثة ما قدرتيش تحلي، بدأتي تحللي في المعطيات وتحاولي تعملي علاقة بين المعطى والمطلوب، اكتشفتي طريقة الحل. هلقيتها هي، يعني في كتير ناس قبلك حلوا هذا السؤال، لكن انت الآن أعدتي ترتيب معلوماتك في عقلك بحيث انك توصلتي إلى طريقة حل السؤال. الآن هذا الجهد اللي انت بذلتي، لو أنا عرضت عليك السؤال هذا مرة ثانية، هل بتقدر، هل بتكون نسيتي؟ لا. في فرق بين المعلومات اللي بتعطى للطالب بطريقة التلقين، إنه المدرس بيعطي المعلومات للطلاب وبعطيهم المعلومات جاهزة، وبين المعلومات اللي بتوصلها الطالب بنفسه. توصل الطالب للمعلومات بنفسه بيحدث بالاكتشاف. الاكتشاف تعلم، تعلم يحدث نتيجة إعادة معالجة المعلومات وإعادة ترتيبها، وبالتالي بنعيد معالجة المعلومات وبنعيد العلاقات اللي موجودة بين المعلومات، بحيث إن احنا بنستخدم الملاحظة، التصنيف، التنبؤ، الاستكمال، كل العمليات هذه بنستخدمها، وبالتالي بنعيد ترتيب المعلومة بحيث إن احنا بنقدر نتوصل إلى معلومة جديدة في عقلنا ونرتبها بطريقة صحيحة. المدرس طبعا إذا بده يستخدم هذه الطريقة راح يبذل جهد كبير أكيد. يعني أنا ممكن أكتب للطلاب مثلا التجربة اللي هي موجودة عندنا هنا، التجربة اللي هي موجودة عندنا هنا اللي هي حالات تكون الصور باستخدام عدسة محددة، العدسة المحددة. الآن في عندي هيئة العدسة المحددة، في عندي هنا اللي هي البؤرة، وعندنا هنا مركز التكور، وهنا نفس الشيء عندي هنا. بدي واحدة منكم تيجي هنا تقول لي ما هي الحالات التي يمكن اللي هو استقبال فيها الصورة باستخدام العدسة. يلا خدناها في المعمل. لا، وين بدي احط الجسم وين بدي استقبل الصوره، بس تحددي لي وين الاماكن. ايوه، واحده تيجي شوف. تعالي حساعدك، اي واحده منكم تيجي. تعالي تعالي بس تعالي. احنا مش هنرسم الا غير حاله واحده. اصلا حاله واحده ارسميها. الحين حالة في هنا في ثلاث حالات، في البؤرة، بين البؤرة ومركز التكور، بعد مركز التكور. يبقى الآن في عندنا ثلاث
كم حالة. ممكن نحط الجسم في البؤرة، وممكن نحط الجسم في المركز، وممكن نحطه قبل البؤرة، أو ممكن نحطه هنا، أو ممكن نحطه هنا. كم حالة صاروا؟ خمس حالات. وممكن نحطه في المالة نهاية. يبقى في عندي حالة، ست حالات ممكن ندرسها إحنا في هذه الحالة. لما الجسم يكون في المالة نهاية، لما يكون أبعد من مركز التكور، لما يكون في مركز التكور، لما يكون بين اللي هو مركز التكور والبؤرة، يكون في البؤرة، يكون قبل بعد البؤرة. ست حالات، ارسمي لي حالة بس. حالة مثلا في البؤرة، خذ القلم هذا. الحالة في البؤرة ما بين أو مركز التكور تطلع الصورة هنا. ارسميها، ارسم هنا، حط الجسم. احنا شمعة بنرسم تطلع الصورة مع مقلوبة. هيك بترسمها؟ اه مقلوبة. استني شوي استني. انت وين حطيت الجسم؟ مركز التكور. تيجي هنا حاطين عكس هيات الجسم. هيات الجسم دي ينعكس اللي هي الشمعة. طب هنا الان هنا بينعكس كده. اكسري. بينعكس ولا بينكسر؟ بينكسر. والشعاع الثاني بمر في مركز، في هنا في المركز. هاي شعاع وهذا بينكسر كده. الشعاع الثاني ايوه، فبتيجي هنا ايوه، بتطلع مقلوب. يعني هو الأصل، بس أنت كسرتيها أكثر من. هذه حالة من اللي هي تكون اللي هي. الآن المدرسة بدها تخلي الطالبات يعملوا التجربة هذه. إيش الأدوات اللي بدها تخلي الطالبات يستخدموها؟ ما هي الأدوات؟ شمعة. بدي شمعة وبدي عدسة. عدسة. حائل. وبدي حائل استقبال. الصورة. الصورة ورقة. مش أكثر من ذلك، يعني أنا بدي ورقة. ورقة أو أي شيء. بدي أضلني أحرك هنا، بدي حطيت الشمعة هنا. الآن العدسة هذه ثبتها وحددت المسافات. فلما أني حددت المسافات هذه كلها، أنتوا ما أخذتوش مع ملضو؟ لا أخذنا. لا آه أخذناها بالفيزياء. لا لا ما أخذناش مع فيزياء سي. أخذنا فيزياء سي. الآن بتحط بنحط الشمعة هنا وبنبدأ نحرك في الحائل هنا لحد ما نحصل على أوضح صورة. لما نحصل على أوضح صورة بنشوف ما هي خصائص الصورة، هل هي مكبرة، هل هي مصغرة، هل هي معتدلة، هل هي مقلوبة. الآن بيبدأ الطلاب يحركوا الجسم. هاي الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة كده. الآن إيش النتيجة اللي حتطلع هنا غير معروفة. فالطلاب مطلوب منهم أنهم يعملوا أداءات حتى يصلوا إلى تكون اللي هي شكل اللي هي الصورة النهائية. فالطلاب جربوا الست حالات ورسموا كل حالة. يعني رسموا الحالة الأولى عند مكان الجسم في المالة نهاية، رسموا الجسم عند مكان أبعد من مركز التكور لما كان في البؤرة، ورسموا كل هذه الحالات. فاكتشفوا خصائص الصور اللي ممكن تتكون في العدسات على أبعاد مختلفة. طبعا واضح إنه الطلبة هم اللي اكتشفوا المعلومات بأنفسهم. علشان يكون في عنا اكتشاف ناجح لابد إنه يكون في عندي دافعية عالية. كيف يمكن إثارة دافعية الطلبة؟ لأشاركهم في التجربة. ممتاز، لازم يتشاركوا في التجربة، لازم يقوموا بعمل أيضا. تربطوا المعلومات اللي بيستفيدوها بحياتهم العملية ويستخدموها بطريقة وظيفية. ممتاز، بدي أربط بخبراتهم السابقة وبدي أربط بحياتهم العملية. التعزيز. التعزيز والتشجيع. المساعدة على التطبيق الصحيح. المساعدتهم على التطبيق الصحيح. في الاكتشاف لازم يكون الجو خالي من التوتر. يعني إذا أردنا أن نساعد الطالب على أن يكتشف معلومة، أن يقوم عقله بتوليد معلومة، يبقى لابد أن يكون المناخ خالي من التوتر. يعني أنا لا أستخدم التهديد، لا أستخدم الوعيد. دائما التعلم يعزز بالتحدي ويعاق بالتهديد. التعلم يعزز بالتحدي ويعاق بالتهديد. وبالتالي عملية الاكتشاف لأنها عملية عقلية بدها تنشط عقل المتعلم حتى يصل إلى معلومة، لابد أني أنا أعزز التحدي، أعزز قدراته العقلية، أجعل في هناك مجال للمنافسة.
وأن الطالب يصل إلى أعلى مستوى من الإتقان. التهديد والوعيد والتوتر لا يساعد على الاكتشاف. حسب هرم ماسلو للحاجات، فاكرينه هرم ماسلو؟ أيوة. أول حاجة عند الحاجات البيولوجية، ثم الحاجة إلى الأمن، ثم التقدير، تحقيق الذات. أي نعم. وبعدين اللي هي الحاجة اللي هي إثبات الذات. طبعا الأمن مهم جدا في عملية الاكتشاف. لازم الطالب يكون شاعر إنه هو في بيئة آمنة، بيئة خصبة بتساعده على توليد الأفكار. تفضل. بدي أسأل سؤال، هل إنه الاكتشاف لابد إنه يكون يعني بطريقة تعلم مقصودة، أو ممكن يكون الطالب يعني نتيجة لفعل اكتشف إشي جديد يعني من غير؟ أحسنتي، بارك الله فيك. هنا بنقول إنه الاكتشاف في عندي نوعين. النوع الأول الاكتشاف الحر، وعند الاكتشاف الموجه. الاكتشاف الحر جهد شخصي من الطالب. أنت طالبة مجتهدة، بتقرأ الدرس وبتحل الأسئلة، بتمارسي بعض الأنشطة لوحدك، بتتوصل للمعلومات لوحدك. وبالتالي هنا هذا اكتشاف حر، بيعتمد فيه الطالب على قدراته الخاصة، على إمكاناته في هذا الإطار. واجب المعلم في الاكتشاف الحر عملية التعزيز والتشجيع. فقط احنا بنعزز وبنشجع في هذا الإطار، لكن لا استخدمها كطريقة تدريس صفية الاكتشاف الحر. يعني انا بتركش الطلاب بدون ما اشرح اي شيء، وبقول لهم بتقرأوا المعلومات وبتجاوبوا كل الأسئلة. بس الفروق الفردية هي اللي بتحدد يعني الطالب، لانه كل طالب قدراته بتختلف عن الآخر. الطريقة اللي تستخدم كطريقة تدريس صفي هي الاكتشاف الموجه. الاكتشاف الموجه، واللي هنا انه المدرس دائما يساعد الطلاب، له دور فعال. اي نعم. طبعا توجيه، اشراف، ايضا اشراف، تيسير عمل معين، ايضا بيعطيهم تلميحات للوصول للنجاح. ولو كان في صعوبات بعطيهم تصريح، لو في صعوبات معينه بيعطيهم بعض اللي هي الاشياء اللي بتساعدهم في الوصول الى المعرفه العلميه. وبالتالي هنا المعلم بيساعد الطلبة. بنمشي مع الطلبة خطوة خطوة. أول حاجة بنثير دافعيتهم، ثاني خطوة بأن احنا بنستثير الخبرات السابقة لدى الطلبة، بنساعد الطلبة. تستخدم أكثر صح؟ تستخدم أكثر الاكتشاف الموجه، هو المستخدم في البيئة الصفية، لكن بنفترضش أن الاكتشاف الحر غير موجود. موجود، لكن قدرات خاصة. يعني بترجع لمدى قدرة الطلبة، لمدى إثارة المعلم للطلبة في عملية اللي هي الاكتشاف الحر. لكن لا يستطيع استخدامها في داخل غرفة الصفية اللي هي موجود فيها أنا عندي مجموعة من الطلاب في بينهم فروق فردية هائلة. يعني بمشيش أنا مع الطلبة المتميزين وبترك الطلبة المتوسطين. إحنا بنشرح على مستوى الجميع، المتوسط. يعني المدرس في داخل الغرفة الصفية بيشرح على مستوى المتوسط. بعطي أنشطة للطالب المتفوق، أنشطة تفوق وإثارة عقلية، وبعطي أنشطة علاجية للطلبة المتدنين، لكن الغالبية من الطلاب متوسطين، فالمدرس غالبا بيشرح على مستوى متوسط، وبالتالي بتكون طريقة الاكتشاف الموجه. الآن لابد أن يكون المناخ خالي من التوتر. في حاجة مهمة بالاكتشاف اللي هي القدرة على التخمين، القدرة على الحدس، فيما يسمى بعلم النفس في لحظة الإبداع الومضة العقلية. يا سلام. فجأة فكرة بتلمع في العقل. يعني أنت قاعدة عندك مشكلة معينة، فأنت بتفكري فيها، ممكن قفلتي الكتاب ورحتي فتحتي التلفزيون، رحتي فتحتي الثلاجة، أنت قاعدة بتهربي من الموضوع، لكن فعليا عقلك شغال في الموضوع. فجأة تيجي بتأتيكي خاطرة معينة، بترجعي مرة تانية تطلع فيها. وبالتالي الآن بقول إنه هذه لحظة الإبداع موجودة عند كل إنسان. كل إنسان لابد إنها بتحصل معاه هذا الشيء في حياته لو مرة واحدة. أكثر من مرة يا عمتي بتصير. بس مرة وأنا نايمة. ما ينسى ولا يفكر إيش إنسينا، ما دام نقول إنه عليه يفكر وين وين فجأة.
فجأة يقول لك فجأة بتتذكرها. معنى ذلك انه عقلها يعني رغم انه هي انشغلت وقالت خلص ضاعت الشيء هذا ضاع مش مشكلة، لكن عقلها ضل يبحث، ضل عامل شايفين كيف المؤشر تبع جوجل بضل يلف. عقلك بضل يلف. طب مس هذا واحنا صاحيين، طب انا صارتني وانا نايمه كمان، وهذا كمان شيء اخر. اي نعم، انها ممكن تحصل وانت نايمه. العقل قمت من النوم بس خصوصا عشان اسويها. في كثير من المشاكل العلميه كان حلها اثناء النوم. ليله الامتحان انت بتدرسي وبعد ما تدرسي نرجع الماده كلها واحنا نايمين، بتروحي بتنامي، ولما انك بتصحي ثاني يوم بتصحي تعبانه ما تريحتي. هو انت جسديا كنت نايمة لكن عقلك ضل طول الليل صح. فانت ضليتي متوترة، ضليتي قلقة، ضل عقلك بعيد وبزيد وكذا وبرتب في المعلومات. انت الان اخذتي كم من المعلومات كذا وحشرتيها في داخل دماغك. الان ايش عقلك بيسوي؟ باخذ المعلومات هذه بحطها مع بعض، وباخذ هذه بحطها مع بعض، بعملها زومار وبعملها كذا، بحاول ايش يرتب. يا حرام بضل طول الليل شغال. بتضلك انت عاد ايش تصحي ثاني يوم، انت ثاني يوم مكسره من التعب وتعبانه ومرهقه وجهك منفخ وحالتك حاله. ليش؟ لانك فعليا انت ما تريحتيش، عقلك لم يذهب في عمليه سبات كامل ولكن ضل شغال. ليش؟ لانه في عندك مشاكل، عندك مجموعه كبيره من المشاكل، في اللي هي ماده ما خلصتيهاش، في موضوع انت مش فاهماه، في حاجه لسه كذا، في انت من الان انك لحسن بعدين تتاخري على موعد الامتحان، فعندك مجموعه كبيره من القضايا اللي هي ما خليها لك درجه من القلق. موجودين بعد الامتحان بس حكيت. عاد انت لو في اجهزه قياس اللي هي تشوف قديش اللي هي مدى استغراقك في النوم بعد الامتحان وقبل الامتحان، يعني حتى لو نمت قبل الامتحان ما فيش عندك استغراق. وبالتالي بنقول انه في لحظات اللي هي من اللي هي الانسان عقله بيعمل في الوعي واللاوعي، عشان كده من اللي هي مبادئ نظريه جانبي الدماغ ان التعلم يتم في الوعي وفي اللاوعي. يعني حتى في لحظات اللاوعي برضو احنا ممكن عقولنا تنتج معرفه وترتب معرفه وتخزن معرفه في هذا الاطار. خلينا نرجع مرة ثانية للاكتشاف، إنه الاكتشاف إحنا بنشجع طلبتنا على التخمين والحدس، كيف بنشجع طلبتنا على التخمين والحدس؟ إنهم يطوروا عبارات على سورة إذا فإن، ممتاز، عبارات على سورة إذا فإن هي سورة الفرضية. يبقى إحنا لما بدنا نطرح أي موضوع بدنا نطرح اللي هي أفكار، مجموعة أفكار، يعني قبل هيك إحنا طرحنا فكرة مثلا المريض الذي لم يلتئم جرحه. فبدأنا نجمع معلومات، نطور عبارات. نطور عبارات، هات عبارات أشوف. اسمع، اذا لم يلتئم جرح المريض سيلتئم، اذا كان مريض في السكر جرحه لن يلتئم، اذا كان لم يتم تعقيم بشكل، ارفع ايدك بس عشان يكون شكل المحاضره، لم يتم تعقيم الجرح بالشكل، اذا لم يتم تعقيم الجرح فان الجرح لم يلتئم. ايضا قولي، اذا لم ياخذ العلاج المناسب والمضادات الحيويه فان الجرح لن يلتئم. ايضا إذا تعرض الجرح يعني لم يتم الاهتمام فيه بعد الجراحة فإن الجرح لن يلتئم. يبقى الآن إحنا بدأنا نجمع كل الظروف اللي محيطة بعملية التهاب الجروح علشان نقدر نغطي هذا الجانب. يبقى الآن إحنا بنساعد الطلاب على إنه يكون في عندهم تخمين، في عندهم حدس، بنآمن إنه كل إنسان عنده لحظة من الإبداع ممكن إنها تصل له وتأتي فكرة مختلفة عن التفكير الآخرين. طبعا بنساعد الطلبة لأنهم يتأكدوا من صحة الحدس ثم بنصل للحل الصحيح. يبقى المدرس في المحاضرة أو في الحصة اللي هو بده يستخدم فيها الاكتشاف بده يساعد الطلبة خطوة بخطوة، بده يعرض أول حاجة المعلومات، بده يساعد الطلبة على مناقشة المعلومات، يوجه الطلبة خطوة خطوة. بشبهه المدرس في طرق الاكتشاف زي شرطة المرور. شرطة المرور بقول للسيارة أنت ممكن تمشي من هنا ما تمشيش من هنا، أنتوا امشوا كده، أنتوا امشوا كده. ليش؟ يعني علشان ما يصيرش فيه حوادث. وبالتالي هنا نفس الشيء، إحنا بنوجه الطالب في الاتجاه الصحيح، بنعطي له إضاءة خضراء، هذا هذا التفكير سليم، فكرة صحيحة، مين يفكر؟ مين اللي هو يطور الفكرة؟ فكرة بعيدة لا، بنقول مش هذه هي الفكرة المطلوبة. وبالتالي بنوجه الطالب، بنعرض المفاهيم، بنوجه الطالب خطوة بخطوة لاكتشاف العلاقات المطلوبة، لاكتشاف طريقة حل السؤال، لاكتشاف المفهوم المطلوب، لاكتشاف اللي هو المبدأ المطلوب حتى يصلوا الطلاب. وبالتالي خطوة بخطوة بيستخدم المدرس الأسئلة بطريقة ماهرة
حتى يوجه الطلبة بالاتجاه الصحيح. طبعاً واضح إن المدرس حيبذل جهد وفي وقت ضايع. من أهم اللي هي الخصائص أو ممكن نقول هي بيعتبروها عيب، إنه في جهد مبذول لكن كم المادة قليل. يعني الآن المدرس راح كتب مسألة فيزياء على السبورة وبدأوا الطلاب يفكروا في السؤال، فراح المدرس مسك القلم الأحمر كده وقال لهم هذه الكلمة ماذا تعني، حط لهم دائرة تلميح. الآن هو إيش عمل؟ تلميح، أعطاهم تلميح، فبدأوا الطلبة يفكروا. طب بدي أشوف الطلبة المجيدين إيش بنستفيد مثلا من كون إنه في عندي فرق الجهد قيمته كذا، إيش بيعني فرق الجهد؟ فالآن بيبدأوا الطلبة كذا، فبساعدهم خطوة بخطوة حتى يصلوا بأنفسهم إلى طريقة الحل. الآن وصولهم لطريقة الحل استغرق وقت أكثر من إنه المدرس إنه كتب القانون على طول وطبقه. هذيك كانت تأخذ معاه دقيقة أو دقيقتين، بس هذه أخذت حوالي 5 أو 6 دقائق. لكن الجهد فيها مستثمر استثماري، لأنه الطالب الآن فهم، يعني أصبح هذا تعلم مبني على الفهم وليس مبني على الحفظ. وصل بنفسه لطريقة الحل، عشان هيك هتكون مداها أوسع مع الطالب. مداها أوسع مع الطالب، استخدامها في مواقف جديدة. عندنا ما بيستعملوها، بس شو اسمه، كانت الأستاذ مثلا يكتب القانون على لوحة بالزيت، قانون أو مثلا أو قانون التيار الكهربائي، كنا احفظ القانون طق على طول، اكتب القانون وين في معطى نزل على طول، مش يحكي لنا مثلا إنه التيار الكهربائي علاقة كذا، علاقة فرضية، وفي ثابت وهذا الثابت عبارة عن كذا، ما فيش. وكان يعلمك بالتعويض المباشر. أيوة. واكثر فكره يجيبها انك انت تطبقي القانون، لكن لما انك جيتي على الجامعه هنا وصار مستوى الاسئله اعلى، صرنا نلاقي صعوبه، صرنا نسقط في الفيزياء ونسقط في الكالكولس ليش؟ لا نسقط، ما تعلمنا ولا شيء في الجامعه، كانه صف اول يعني. وبعدين نتعلم شوي شوي كيف نثبت احنا. طيب ممتاز، يعني الآن بدأتوا تتعلموا. بعد ما سقطنا طبعا فكرنا. بعد ما سقطنا بالثلاث سنين الأولى. كل سنة على خبرة يعني. لقيتها سنة رابعة. خبرة في النجاح وخبرة في الرسوم. سنة رابعة لقيت بيقول يا ريت نرجع ثلاث سنين لورا عشان نجيبها مية فيها كل. الآن أصبح عندنا خبرة واسعة ونقدر نستفيد منها. بس كويس انك انت اكتشفتيها وانت في الجامعه. في ناس بعد ما تعدي المرحله كلها بقول لك انا لو كنت ادرس زمان زي ما بدرس هلقيتها كان صرت. طيب لو بتفتح، يبقى الان احنا عرفنا انه طريقه الاكتشاف الموجه هي من الطرق طبعا المفضل استخدامها في عمليه التدريس، لانها هي طريقه بتشجع الطلبه، بتشجع قدراتهم العقليه. يعني لو اجينا نحدد ما هي مميزات هذه الطريقه، تفضلي. اول شيء تحقيق الهدف، طبعا الطالب هيوصل لنتيجه من بهذا باستخدام هذه الطريقه. ثاني شيء الاحتفاظ، يعني التعلم بيكون عند الطالب يستمر لاطول فتره ممكنه. ايضا هناك يتم تحقيق تعلم النشط، لانه في تفاعل من الطلاب والمعلم له دور فعال في هذا الطريقه، فبتحقق اللي هو التعلم النشط. ممتاز جدا. يبقى الطريقة التعلم فيها نشط الطالب فيها إيجابي، بتحقق أهداف تدريس العلوم. أيضا الطريقة هذه نعتبر أنها بتساعد على الاحتفاظ بالتعلم، وهذه من أهم المميزات أن التعلم هذا بيستمر، بقاء أثر التعلم. أي نعم، وفي بقاء عندنا لأثر التعلم. الطريقة يعني من العيوب بالنسبة لها أنه في جهد كتير مكلف، وفي معرفة أقل، تعتبر مكلفة عند استخدام المواد والأدوات. لكن طريقة طبعا لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه إحنا بدنا ننشط الطالب، بدنا نخلي الطالب إيجابي. نشوف الآن، ننتقل لطريقة ثانية اللي هي طريقة الاستقصاء. الاستقصاء ماذا يعني التقصي؟ التتبع النشط لظاهرة معينة. تعرفوا زمان كيف كانوا العرب يتتبعوا؟ أيوة، أثر ما بيمشي الخيل أو فهي هنا بتتبعوا الآثار. يعني لما بدنا نتقصى ظاهرة فبدنا نتبع كل خطوة، وبالتالي هنا يعني الاستقصاء من قص الأثر، إن إحنا بنتقصى الظاهرة، فبالتالي هي عبارة عن تتبع نشط لظاهرة دقيقة. أي نعم، بنستخدم فيها كل المعلومات وكل الإمكانات الموجودة، بالإضافة طبعا لعمليات ميدانية. البعير على المسير. أيوة، على المسير. أي نعم، والكون هذا يحتاج إلى
مدبر. اي نعم، الا يدل على اللطيف الخبير. اي نعم. الاستقصاء يساوي الاكتشاف زائد عمليات اخرى. بيساوي الاكتشاف زائد عمليات اخرى. عمليات اخرى. الاكتشاف هو المرحلة الأخيرة من الاستقصاء. يعني الآن إحنا في عندنا مشكلة مثلا، والمشكلة هذه إحنا بدنا نتوصل إلى حلها. المشكلة اللي هي موجودة عندنا هنا اللي هي عن اللي هي مياه الشرب، مياه التحلية. إحنا في غزة عندنا كم مية، كم نوع من المية عندنا؟ أيوة، عندنا ماء الفلتر، وعندنا مياه التأين، وعندنا اللي هي البلدية، وعندنا مياه الصحة اللي هي القوارب. عندنا في ناس عندها فلتر في البيت، في ناس بتشتري من اللي هي محطات التحلية اللي هي مياه التأين، في المية اللي هي بتجينا الرسمية، وفي ناس بتشتري قوارير مياه الصحة اللي هي المعقدة. الآن بدنا نشوف أي من هذه اللي هي المياه طبعا الأفضل. طبعا مياه الصحة معروف إنه هي هذه مياه الصحية، لكن ليست بمتناول الجميع. الجميع بيقدروش كل الناس يشربوا مياه صحية. فالآن في عندي أنا اللي هي المياه هذه، التقارير الصحية قالت إنه المياه في غزة غير صالحة. يبقى الآن أنا صارت عندي المقارنة بين مياه الفلتر وبين مياه التأين. ماذا يعمل الفلتر البيتي؟ أنا يا ناس قولي عندها تطبيق كمان. إزالة جميع الأملاح التي لابد أن تتوفر للإنسان أو بحاجة إلها الإنسان. أما مياه التأين موجود فيها أملاح، يعني الإنسان بيستطيع أن يستفيد منها. ممتاز جدا. يعني هنا الفلتر البيتي بياخذ كل الأملاح. جرسيم كل الأملاح. أيوة. طب الجراثيم؟ جراثيم طبق القطر تاع ورقه الترشيح او الجزء البرش تستطيع البكتيريا انها تدخل فيه. ايوه احسنت. يبقى هنا الجراثيم والبكتيريا بتضل موجوده، بس اللي بتروح من عندنا الاملاح والشوائب واللي هي الغرويات والرمل والاشياء هذه كلها اللي بتجي. لو اللي عندهم فلتر في البيت وبتيجي تغيروا اللي هم اي نعم الاسفنجات بتاعتها بتاعت الفلاتر، تلاقي لونها اصبح اسود اسود. ليش؟ لانه في كم كبير من الرمل والاعشاب والغرويات والاشياء هذه موجود، فهذه بتصفيها بالاضافه لانه هو بصفي الاملاح اللي موجوده فيها. فهنا في مشكله. طب استمرار اللي هو الشرب من ميه الفلتر، نقص الاملاح، بيعمل نقص في الاملاح. ايش بيعمل في المستقبل؟ بيعمل هشاشه. طب مياه التأين فيها نسبه املاح وهي معالجة، لكن برضو فيها نسبة من الجراثيم والشوائب، فيها برضو نسبة من الشوائب. يعني ما هيش زي الفلتر، الفلتر بيصفي أكثر الشوائب والغرويات اللي هي موجودة فيها. نشرب الصحية، إذا ما كش صحية نشرب الصحية. هي يعني في ناس بتقول إنه مياه التأين أفضل من مياه الفلتر، واللي بده يشرب من مياه الفلتر بده كل فترة انه هو يشتري من مياه الصحة علشان يعدل نسبة الأملاح في جسمه. طبعا احنا بناخذ أملاح من أشياء كثيرة، احنا عندنا خضار وفواكه وأشياء كده، فبتاخذ ما هي هناك بس الصوديوم حيزيلك منها، أما وحيرتفع الضغط. أيوه. بس هو طبعا التنويع في الخضار والفواكه حيعطيك الكم اللازم من كافة الأملاح، وبين كل فترة والتانية بدك تشتري يعني مياه صحة تشرب علشان تعدل نسبة الأملاح. مياه التأين في ناس كثير تقول لك إنه هي لازم يعني برضو إنه يعني نحرص على تعقيمها ونشوف. يعني طبعا هذه عملية المعالجة اللي بتصير إلها، يعني هم بيحرصوا على إنه يحطوا فيها النسب حسب ما هو يتناسب مع طبيعة الإنسان. طبعا علشان احنا نيجي نقول للطلاب نطرح المشكله، بدي اقول لهم انو افضل، مياه الفلتر ولا التأين؟ طب خذوا عينه من ميه الفلتر، وخذوا عينه من ميه التأين، وخذوا عينه من ميه البلديه، وروحوا افحصوها وحددوا له ايش النسب الموجوده فيها، وهاتوا لي معايير ما هي النسب المفروض توافرها في مياه الشرب. الان الطلاب حياخذوا هذه الميه ويروحوا على معامل يحللوها ويطلعوا هذه النسب. ممكن يروحوا يعملوا لقاء مع وزير البيئه ويسالوه اللي هي كيف شروط المية ومن وين بتجينا المية وكذا. ممكن إنه هم يروحوا يصوروا بعض المناطق اللي هي بيتم فيها عملية تعقيم المياه ويجبوها. ممكن يصوروا اللي هي بعض اللي هي الأماكن اللي فيها نوع من التلوث الكبير جدا. ممكن يعملوا لقاء مع بعض الأفراد. الآن
يعني أنا بدي أخلي الطلاب يخرجوا من إطار البيئة الصفية ويجمعوا لي معلومات كقضية علمية موجودة معاهم في المناهج، لكن مرتبطة بحياتهم العامة ومرتبطة أيضا بالاتجاهات العالمية. وبالتالي في عندنا في كتب العلوم في عندنا كثير من القضايا، في عندنا قضايا التلوث، في عندنا مثلا قضايا المياه، في عندنا قضايا انتشار الأمراض، في عندنا صحة الجهاز الهضمي، في عندنا كذا. الآن هذه ممكن نطرحها إحنا بطريقة الاستقصاء، لأنه طالما هي قضية ومرتبطة بحياتنا وفيها معلومات علمية يفضل إن إحنا نستخدم فيها عملية الاستقصاء. من أفضل الطرق اللي تستخدم في عملية تدريس العلوم الاستقصاء، لأنه فيها عمليات أخرى، عمليات بحث، العمليات العلم ممكن هذه تكون بحث ميداني، تجريب علمي، وممكن تكون بحث ميداني أو عمليات، وممكن تكون مقابلات، ممكن تكون زيارات ميدانية لبعض اللي هي نقول المصحات، الوزارات، ممكن يكون فيها جمع صور، ممكن يكون فيها عمل اللي هي لافتات، ممكن يكون فيها إذاعات مدرسية. يعني الآن مثلا عندنا في قطاع غزة قبل يومين كانوا كاتبين إنه في المنطقة الوسطى بالذات في انتشار لمرض النكاف، النكاف التهاب الغدة النكفية. هاي نعم، اللي هو بسموه أبو داج. طبعا في نسبة كبيرة من الإصابات، يعني كل مدرسة فيها 70 أو 80 إصابة. إيش ما قرتوش تقروش مجلات ولا حاجة ولا بتشوفوا أشياء؟ في موجودة طبعا نسبة في الشمال وفي في الجنوب، بس أكثر اللي هي مركز الإصابة في الجنوب. طبعا هذا خطير، يعني هذا في المستقبل يعني الأطفال اللي بنصابوا فيه ممكن يعمل عندهم عقم، ممكن يعمل عمى، ممكن يعمل أشياء كثيرة. الآن أنا ممكن أعمل توعية للطلاب إنه في عنا الآن في مرض، وبالنسبة للغدد طبعا ممكن إن احنا نعمل توجيه للطلبة في كيفية الوقاية، في كيفية اللي هي العلاج. ممكن نعمل بوستات كده ونعلقها لافتات، ممكن نعمل إذاعة مدرسية، ممكن أعمل مجلة حائط وأنشر هذه المعلومات، ممكن أعمل لقاء مع طبيب موجود في المنطقة، أو أجيب هذا الطبيب أخليه يلقي محاضرة ونجمع أولياء الأمور ونخليه يلقي فيهم محاضرة كيفية وقاية أبنائهم إذا انصابوا هؤلاء الأبناء، كيفية اللي هي العلاج وكيفية عملية العزل. كمان هذا المريض بده عزل، خاصة إنه أكثر اللي بنصابوا أطفال لأنه مناعتهم صغيرة، فبده عزل عن إخواته. فتلاقي إنه هو بيجي من المدرسة حامل الفيروس، بعد شوية كل الأطفال في الدار بنعدوا وبينصاب. يبقى الآن أنا في عندي عمليات أخرى الآن، علشان إحنا يعني الطلبة، نرجع لمشكلتنا الأولى، الطلبة جمعوا معلومات وإشياء علشان نوصل إحنا للمعلومة العلمية الصحيحة، فبكون الاكتشاف آخر شيء عنا اللي هو التوصل للمعلومات المطلوبة، وبالتالي بكون الاكتشاف هو المرحلة النهائية من عملية الاستقصاء. يبقى هنا الطلبة بيجربوا، بيبحثوا، بيخرجوا خارج البيئة الصفية، بيقابلوا أشخاص، بيجمعوا صور، بيعملوا بوستات معينة، بيعملوا لاصقات، كل هذه الأشياء بيعملوها الطلاب، بالنهاية بتوصلوا للمعلومات العلمية المطلوبة. طبعا الطلبة في هذه الطريقة نشطين، كل طالب بيمارس المهارة اللي هو بيقوم فيها، طالب عنده قدرة في الإلقاء بيعمل إذاعة مدرسية، طالب عنده قدرة في المواجهة بيعمل مقابلة مع خبير، طالب عنده قدرة في التخطيط بيعمل بوست معين وبينشره. وبالتالي هنا الطلبة عندهم عمليات وعمليات بتساعدهم في إنهم يبينوا قدراتهم، يتبعوا الظاهرة، يصلوا إلى معلومات واضحة. طريقة الاستقصاء 5 مراحل. المرحلة الأولى طرح الموقف المحير، زي ما إحنا قلنا مثلا الآن في عنا إحنا مشكلة في مرض النكاف، فإحنا بدنا نشوف ما هي أسبابه، ما هي أسباب انتشاره، كيفية الوقاية وطرق العلاج بالنسبة لهذا المرض. الآن بدنا نساعد الطلبة على إنهم يجمعوا معلومات، ما هو مرض النكاف، كيف بتتم عملية العدوى، كيف بتتم هذا. وبالتالي الآن في عملية جمع معلومات لتحديد جوانب القضية، بنطرح مجموعة من الأسئلة في جمع المعلومات، وبنساعد الطلبة على إنهم يجمعوا إجابات للأسئلة ويستجلوا الموقف، بحيث إنهم يجمعوا كافة المعلومات ويجيبوا على كافة الافتراضات. في النهاية طبعا بيصلوا إلى الحل وبيصلوا إلى المعلومة، وبالتالي بيكون حصل الاكتشاف للمعلومات.
يبقى الآن في عنا تقصي وفي عنا اللي هي عمليات ميدانية وعنا معلومات علمية توصلوا إليها الطلاب. في النهاية بنحلل طرق التفكير اللي إحنا استخدمناها. هل إحنا فكرنا بطريقة صحيحة؟ هل فعلا الإجراءات اللي إحنا أخذناها لعلاج الظاهرة كانت هي الإجراءات المناسبة؟ ولا كان ممكن إنه يكون في عنا تصرف أفضل من ذلك؟ الملاحظة والتصنيف والقياس والأدوات اللي استخدمناها هل كانت ملائمة؟ وبالتالي إحنا بنعمل تقييم، يعني الخطوة الأخيرة بتكون هي عملية تقييم للموقف التعليمي. زي ما أنتم شايفين إنه في عنا مقارنة بين الاستقصاء وبين الاكتشاف، إنه الجهد في الاستقصاء كبير، الاكتشاف عقلي وخطواته محدودة، الاستقصاء عملية شاملة متكاملة بحيث إنه الاكتشاف جزء من عملية الاستقصاء. الأدوات والعمليات طبعاً هنا واضح إنه الأدوات عندي متنوعة والإجراءات، لكن هنا في الاكتشاف نستخدم جانب عقلي، ممكن نحن نعمل بعض التجارب في هذا الإطار، وبالتالي الأدوات بتكون محدودة. طبعاً كل الأبحاث اللي أجريت بتقولنا إنه الاستقصاء من أفضل طرق تدريس العلوم لأنها فيها تتبع منهجي للظواهر، وهذا هو اللي بيشجع الطالب، يعني بعود الطالب إنه هو يستخدم كافة قدراته وإمكاناته. وبالتالي بيقول لي من أكثر الطرق اللي بتزيد الحفز الدماغي إنه الإنسان يكون عنده حافز للدماغ إنه تتنشط قدراته، إنه تثار دافعيته للتعلم، اللي هي طرق الاستقصاء. يعني الطالب ما عندهش اتجاه مطلق لتدريس العلوم، لكن أنا كلفته يعمل عمليات بسيطة إنه يجمع لي مثلا صور في عندنا عن اللي هي تصنيف الممالك الحيوانية، قلنا لهم بدنا تجيبوا لنا صور تماسيح وصور مثلا أسماك وتجيبوا لنا صور قرود وصور فهنا الطلبة تنشطوا في إنهم يبحثوا على جوجل، يبحثوا من هنا وهنا ويجيبوا لنا صور. أي طالب ممكن يقوم بهذه العملية، مش شرط إنه يكون الطالب الأول أو الثاني، لكن الآن فيها عملية حفز إنه الطالب يشارك في العملية، في عملية الاستقصاء. بكلف الطلبة بمهمات على حسب قدراتهم على حسب إمكاناتهم في هذا الجانب. طبعا واجب المعلم هنا إنه يشجع الطلبة إنه يهيئ لهم مواقف، يعني إحنا لازم نهيئ للطلبة مواقف يمارسوا فيها هذا العمل، يعني مش لازم ينتهي الفصل الدراسي بدون إحنا نهيئ للطلبة هذه المواقف. ما رأيكم بالطريقة؟ هل ممكن استخدامها في تدريس العلوم؟ هي من أفضل الطرق أصلاً. أي نعم، هي من أفضل الطرق. هل ممكن تستخدميها في المستقبل؟ طبعاً. إن شاء الله. طيب. يعطيكم العافية.